في فرق كبير بين الشخص اللي مستخسرك والشخص اللي مش عايز يخسرك. الاتنين متمسكين بيك لأبعد حد، بس كل واحد ليه نية مختلفة عن التاني. يعني الشخص اللي مستخسرك شايف فيك مميزات كتيرة جدا، متمسك بيك لأبعد حد، عايز العلاقة لصالحه هو وبس، وكمان مش عايز يفرط فيك أبدا، كل ده دون بذل أي مجهود في العلاقة. ساعات كتير الطرف التاني بيفوق وبيفهم وبيبتدي يزهق وكمان بيبتدي يقلق، فيروح طبعا واخد قرار انه يبعد. يروح الطرف التاني يبذل كل الطاقة والمجهود عشان يردوا ليه تاني، اصله مستخسره يا جماعة، مش عايزه لحد غيره وعايزه ملكية خاصة ليه هو وبس. طب الشخص اللي مش عايز يخسرنا بيعمل ايه؟ ما بيحبش يزعلنا وبيخاف على زعلنا، ولو زعلنا بيعتذر ومبقاش عنده حتة الكبرياء، بيحاول الحاجات اللي بتضايقنا ما يعملهاش وما تتكررش مرة واتنين وتلاتة، بيستثمر وقته وطاقته ومجهوده ومشاعره في العلاقة دي عشان يبقى فيه منفعة متبادلة بين الطرفين. أصل هو مش عايز يخسرك، بيحبك، بيخاف عليك، مش عايز يزعلك، عايزك تبقى قدامه كويس بدون اي مصلحة ولا حب ملكية ولا حب ولا تحكم ولا اي حاجة. علشان كده يا جماعة عايزين نفرق بين الشخص اللي مستخسرنا والشخص اللي مش عايز يخسرنا، عشان لما ندخل في علاقة تكون ناجحة 100%.